بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عن معادلة الخط المستقيم، وهو في الحقيقة مش درس جديد، ما هو إلا تجميع لحاجات خدناها قبل كده. لو احنا قلنا إن أنا عندي معادلة صاد بتساوي 2 س زائد 4، معادلة أو دالة زي ما خدنا في الوحدة الأولى العلاقات والدوال. العلاقة اللي عندي دي ص بتساوي 2 س زائد 4، لو أنا عايز أمثلها بيانيا أمثلها إزاي؟ تعالوا نمثلها بيانيا. هذا عندي محور تاني، أبدأ أرسم. عشان أرسم أي خط مستقيم يكفيني وجود نقطتين. أسهل حاجة إن أنا أفترض قيمة لسين، والأسهل إن أنا أفترض الصفر، يعني لو سين بتساوي صفر يبقى صاد هتساوي 2 في 0 زائد 4، يعني هتساوي 4. طيب لو سين ب2 يبقى صاد 2 في 2 زائد 4، يعني هتساوي 4 زائد 4، يعني هتساوي 8. يبقى أنا دلوقتي أقدر عندي نقطة، أدي 0 1 2 3 4، والنقطة الثانية عندي س ب2 ص 5 6 7 8، وبالتالي يبقى المستقيم اللي عندي أقدر أرسمه كده، المستقيم دلوقتي اللي أنا رسمته له ميل. لو أنا حاولت أجيب ميل المستقيم ده، الميل بيساوي إيه؟ الميل بيساوي فرق الصاد على فرق السين، صح؟ طيب النقطتين اللي إحنا جبناهم ص2 ب8 ناقص ص1 4 على س2 2 س1 بالصفر، يعني الكلام ده بيساوي كام؟ 4 على 2، يعني بيساوي 2. الاتنين دي هي الاتنين دي، الله. طب ما هو ده معنى ص بتساوي 2 س، معنى الميل، يعني قد ايه ص بتتغير لما س هتتغير لوحدها، عشان كده لما اجيب التغير في ص على التغير في س، فهو ده الميل. طيب أنا عندي بعد كده إن المستقيم ده قطع محور الصاد عند نقطة معينة اللي هي 4، يعني في جزء هنا لو قلنا إن دي 0 و0، في جزء هنا له طول، الطول ده هو الجزء المقطوع من محور صاد. ممكن يكون هو بيقطع من محور صاد الموجب، وممكن لو الخط ده نزل لتحت وبقى هنا مثلا، فهو بيقطع من الجزء السالب. يبقى الجزء المقطوع ده من محور صاد اعرف اجيبه امتى؟ لما س بتساوي صفر. هو تقاطع الخط مع محور صاد. يعني ايه تقاطع الخط مع محور صاد؟ يعني عند س بصفر صاد بكام؟ طب ما هي عند س بصفر ص ب4 اللي هي، يبقى إذا بصورة عامة ص هتساوي م س زائد ج، دي معادلة الخط المستقيم. م ده ميل الخط، وج ده الجزء المقطوع
من محور صاد. الجزء المقطوع من محور صاد ده زي ما قلنا ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب على حسب القيمة، كما إن الميل ده ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب. موجب في حالتنا وسالب في حالة إيه؟ لو إحنا فاكرين من الدرس اللي فات الزاوية المنفرجة، هنا ده الميل سالب. زي ما احنا شايفين الدرس ده مفيهوش حاجة جديدة، ده تجميع لحاجات خدناها قبل كده. عرفنا ازاي لو انا عندي مستقيم اجيب ميله واجيب الجزء المقطوع من محور جيم. طب لو انا عندي العكس، لو انا عندي ميل المستقيم وعندي الجزء المقطوع من محور جيم، هل اقدر اجيب معادلة الخط المستقيم؟ طبيعي، أنا عندي برضو معادلة ص بتساوي م س زائد ج. فلو أنا قلت لك إن أنا عندي خط ميله 2 وعندي الجزء المقطوع من محور س 5، إيه المعادلة؟ المعادلة ص هتساوي م 2 س زائد ج زائد 5، ببساطة شديدة. طب لو أنا قلت لك إن أنا عندي خط ميله نص وعندي الجزء المقطوع من محور الصادات السالب بيساوي 4، معادلته هتساوي ايه؟ صاد برضه بتساوي ميم سين زائد ج. ميم عندي هنا كام؟ بنص، يبقى صاد هتساوي نص سين. طب وجيم عندي هنا بكام؟ عندي هنا جيم 4 بس مقطوعة منين؟ من محور الصادات السالب، يعني كأن عندي ج بتساوي كام؟ ناقص 4، يعني المعادلة دي هتساوي نص س ناقص 4. فكرة واضحة هتبان أكتر لما هنبدأ ناخد مسائل عليها. مسألة من كتاب المعاصر بيقول لي مسألة للمتفوقين، وإحنا متفقين إن إحنا كلنا متفوقين إذا فكرنا بطريقة صحيحة. ازاي نفكر بطريقة صحيحة؟ بيقول لي في الشكل المقابل إذا كانت مساحة مربع أ ب ج د تساوي 25 وحدة مربعة، دي المعطيات اللي عندي، أوجد معادلة ج و. أقول له هنا معادلة الخط المستقيم بتساوي م س زائد ج، ص بتساوي م س زائد ج، لإيجاد معادلة ج واو. إذن المطلوب ميل ميم ج واو والجزء المقطوع من محور ص. طيب أنا عايز ج واو، واضح جدا ان الجزء المقطوع هنا من محور ص كام؟ صفر. طيب يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز ميم. طيب ازاي اجيب ميم؟ انا عايز اجيب فرق ص على فرق س. انا عندي هنا ب، انا عندي ج، فرق ص على فرق س، يعني ممكن اجيب اي نقطة، اجيب النقطة دي مثلا او النقطة دي مثلا واجيب ميلها، فرق ص على فرق س. انا عندي واو بتمر بنقطة الاصل، يبقى انا لاي نقطة هجيب ص على س، لان انا عندي ص ناقص ص 2 ناقص ص 1 اللي هي بصفر على س 2 ناقص س 1 اللي هي بصفر، هتديني النقطة دي ما اقدرش احددها، بس ج ما اقدر احددها. ازاي؟ بما ان ج واو يمر بنقطة الأصل، إذن ج هتساوي صفر، إذن ص هتساوي م س، دي معادلة واو ج. يبقى أنا عايز دلوقتي م اللي هي ميل ج واو. طيب يبقى أنا عايز معنى كده إحداثيات نقطة ج. طيب هنرسم إحنا هنا خط عمودي
من جيم على محور سين، وهبدأ أجيب إحداثيات النقطة جيم، يعني عايز أجيب طول الضلع من هنا لواو، هنسمي النقطة ديت ه، فأنا عايز أجيب جيم ه وعايز أجيب ه واو، أبقى جبت إحداثيات النقطة جيم. طيب هو مديني معلومة تانية هنا كمان، إن ألف ده على محور صاد. طيب أبدأ بقى من المعلومات اللي عندي دي كلها، أقول له أنا هستنتج إيه من مساحة المربع؟ أقول له بما أن مساحة المربع تساوي 25، إذن طول الضلع هيساوي كام؟ 5. إذن ألف ب هيساوي 5، وب ج هيساوي 5. طب لو أنا عندي ألف ب ده ب5، أنا عندي هنا ب واو ده بكام؟ ب3. أقول له هنا ب واو هيساوي زي ما احنا اتفقنا، نحسبها له برضو، سين 2 3 ناقص 0 كل تربيع زائد، هي واضحة بس برضو بنحسبها له، 0 ناقص 0 كل تربيع هتساوي جذر 3 تربيع هتساوي 3. لو أنا عندي هنا بقى ده 3 وده 5 في المثلث أ ب و، أ ب تربيع هيساوي ب واو تربيع زائد أ واو تربيع، يعني عندي 25 هتساوي ب واو 3 تربيع زائد أ واو تربيع. واضح ده إن أ واو هتساوي كام؟ 4. يعني أ واو دي عرفت إن هي بكام؟ ب4. أنا هقول إن أنا عندي الزاوية ديت لام، والزاوية دي ميم. أنا عندي دي 90 درجة، بما أن الأول أفترض أن زاوية ألف ب واو يساوي لام، وقياس زاوية سين ب ه ب جيم يساوي ميم. ميم زائد لام بتساوي 90 درجة، لأن أنا عندي الزاوية دي 90 درجة. إذن عندي جتا لام هتساوي ج ميم. طب جتا لام بكام؟ 3/5. يبقى ج ميم بكام؟ 3/5. إذن ج ميم اللي هي بتساوي ج ه على ب ج هتساوي 3/5. وأنا عندي بما أن ب ج بيساوي 5، إذن ج ه هيساوي 3. يبقى أنا عرفت إن ده طوله كام؟ 3. طب ده طوله 3 وده طوله 5 في المثلث ب ج ه ب ه هيساوي جذر ب ج تربيع ناقص ج ه تربيع، يعني هيساوي جذر 25 ناقص 9،
يعني هيساوي جذر 16، يعني هيساوي كام؟ 4. خلاص أنا جبت كده كل الأبعاد اللي مطلوبة عندي. إذن ه واو هيساوي 3 زائد 4 هيساوي 7، و ه ج هيساوي 3. إذن إحداثيات ج هي عندي هنا الصاد ب3، عندي السين ب7، يعني 7 و3. كده أنا جبت إحداثيات ج، أقدر أجيب الميل. إذن م هتساوي صاد اللي هي ب3 على س اللي هي ب7. إذن معادلة ج واو هي ص هتساوي م اللي هو 3 على 7 س.